السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على واحد المشروع اللي كان مبرمج هذه مدة، ولم تمت يعني تهيئة الأرضية، تخصيص الأرضية، لكن المشروع هذا لم يرى النور إلى يومنا هذا. المشروع هذا يتعلق ب بيبيوتيك أمريكا لاتين بيز عرب، بين كان هذا يعني تقرر أثناء اجتماع الدول أمريكا اللاتينية والدول العربية الذي أقيم في البرازيل، وتم اختيار الجزائر لبناء أول مكتبة أمريكية عربية في بلدية زيرالدا. لكن المشروع هذا لم يرى النور إلى يومنا هذا. وهذا المشروع يعني الفكرة تاع المشروع تعود إلى 2011، في خضم الاجتماع هذا اللي جرى في البرازيل، وتقرر إنشاء مكتبة إذن في منطقة زيرالدا. والمكتبة هذه من تصميم المهندس العالمي أوسكار نيمير، ونشاهد هنا التصميم تاع المكتبة هذه، والمنطقة اللي كان المفروض يكون فيها المشروع تاع المكتبة هذه، بيبيوتيك أراب سيد أمريك، لا بازا، هذه اسمها لا بازا، بيبيوتيك أراب سيد أمريك. إذن هذا المشروع كان من تصميم يعني المهندس العبقري أوسكار نيمير، وهذا بالمناسبة هو آخر تصميم للمهندس هذا قبل موته، يعني بأيام، يعني كان العمر نتاعو 105 سنوات عندما توفي المهندس المعماري العالمي أوسكار نيمير، البرازيلي أوسكار نيمير. إذن كانت له يعني آخر تصميم نتاعو هو هذا المشروع نتاع المكتبة الأمريكية اللاتينية العربية، الذي لم يرى النور إلى يومنا هذا، رغم أنه الأرضية كانت مخصصة وكانت فيها هيبة مالية من البنك العربي أو الدول العربية لإنشاء هذه المكتبة التي لم ترى النور إلى يومنا هذا. إذن نعاود نزيد نشوف تصاميم أخرى لهذه المكتبة التي لم ترى النور. وكان المشروع هذا تحت تابع للوكالة الوطنية للمشاريع الكبرى في الثقافة، وهذه الوكالة الوطنية اللي كانت تسير المشاريع الكبرى في ميدان الثقافي، كبناء المسارح وبناء الأوبرا الجزائر، وبعض المشاريع في الميدان الثقافي هي اللي كانت متكلفة بهذا المشروع الذي لم يرى النور إلى يومنا هذا. وأنا بالمناسبة أناشد السلطات العليا في الجزائر، وبخصوص الرئيس تبون، لإعادة إحياء هذا المشروع وإعطاء الطابع والصبغة العالمية لبلدنا ولوطننا العزيز، أن يراعوا هذه المشاريع الكبيرة، خاصة وأن هذا المشروع تاع المكتبة لأوسكار نيمير اللي رانا نشوفوا هنا التصاميم الرائعة نتاعو، هو آخر مشروع تصممه المهندس هذا، ويعني شرف كبير للجزائر أن تنشئ هذا المشروع هذا الجميل. حتى ولو يعني يتغير المكان، ممكن نغيروا المكان، مش في زيرالدا بالضرورة، يكون مكان آخر، يعني في حي جديد، يعني وين تكون حي يعني جديد، وين تكون فيه بنايات عصرية ومنطقة مهيئة وكذا، ويكون المشروع هذا في منطقة أخرى تناسب يعني التصميم تاع المشروع هذا، وتكون الصبغة العالمية للدولة اللي يعني لبلدنا. وهذا أمر مهم جدا، نريد ونلح
من السلطات العليا لأخذ بعين الاعتبار ماذا نقول له في هذه يعني هذا الطموح اللي راه فينا كمواطنين وكغيورين على بلدهم. ونتمنى إن شاء الله النداء نتاعي يلقى الأذان الساغية. والسلام عليكم.